أنا أفطرت في رمضان، كان عندي التهابات وصار ألم في اي جنبي اليسار وضروري شرب الماء، وشربت 5 أيام، كان في تحليل ياخذ 5 أيام وبعديها لين الدواء ياخذ مفعول، فأفطرت 5 أيام حتى أكثر من شرب الماء، إيه فهل علي كفارة؟ ما عليك طبعا انك تقضي هذه الايام، لكن ليس عليك كفارة. الله اقضي يجزيك هالايام الخير. لكن ليس عليك كفارة.